أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي كل سكان منطقة غزة بإخلائها والتوجه إلى جنوب القطاع خلال الساعات 24 القادمة، كما دفع بتعزيزات عسكرية على الحدود مع القطاع. هذا وحدثت الخارجية البريطانية إرشادات السفر لتطلب من مواطنيها في غزة اتباع نصائح الاحتلال والانتقال إلى جنوب غزة، كما أعلنت الأمم المتحدة أن وكالتها لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا ستنقل مقر عملياتها وموظفيها الأجانب إلى جنوب القطاع. طالبت الجامعة العربية الأمم المتحدة بالتدخل لمنع التهجير القسري للفلسطينيين وتجنب جريمة حرب جديدة ترتكبها إسرائيل. وكشف الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط أنه وجه خطابا عاجلا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طلب فيه ضرورة أن يضع ثقله السياسي والمعنوي للحيلولة دون جريمة حرب جديدة تخطط إسرائيل لارتكابها كجزء من حملتها ضد قطاع غزة، عبر مطالبتها سكان الشمال قطاع غزة بالانتقال فورا إلى جنوبه. حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في عمان من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار، وحذر الملك كذلك من انتهاج سياسة العقاب الجماعي تجاه سكان غزة، مؤكدا ضرورة حماية المدنيين الأبرياء من الجانبين انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي والقانون الإنساني. ووصل بلينكن إلى عمان للقاء الملك والرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل استكمال جولته الإقليمية بزيارة قطر والسعودية ومصر والإمارات. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن شن إسرائيل هجوما بريا في غزة سيؤدي إلى خسائر غير مقبولة على الإطلاق بين المدنيين الفلسطينيين. وأضاف بوتين أن استخدام آليات ثقيلة في مناطق مدنية هي مسألة معقدة لها تبعات خطيرة، مؤكدا أن الأهم الآن هو وقف إراقة الدماء وأن روسيا مستعدة للعمل مع الشركاء لهم دور بناء. حذرت الصحة العالمية من أن النظام الصحي في قطاع غزة على حافة الانهيار، وأن الوقت ينفد لمنع وقوع كارثة إنسانية إذا لم يتم توصيل الوقود والإمدادات الصحية والإنسانية المنقذة للحياة بشكل عاجل إلى القطاع. وقالت المنظمة في بيان لها إن الكهرباء لا تتوفر في المستشفيات سوى ساعات قليلة كل يوم، إذ تضطر إلى تقنين مخزونها المتناقص من الوقود والاعتماد على المولدات لمواصلة مهامها الضرورية. أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن أماكن تواجد الحملة الشعبية للتبرع بالدم والتي انطلقت برعايته وتنظيمه. على صعيد متصل أعلن الهلال الأحمر المصري أنه يعمل على مدار ساعة بالتواصل والتنسيق المستمر مع نظيرتها بقطاع غزة لرصد وتوفير كافة الاحتياجات الإغاثية والملحة خلال تلك الأحداث وإيصال المساعدات من داخل وخارج مصر. ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة. أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 285,920 جندياً منذ بدء العملية العسكرية في 24 من فبراير العام الماضي، كما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تسجيل 64 اشتباكاً بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق خلال الساعات 24 الماضية.